بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي في اول فيديو ليا في قناتي، يا رب ان شاء الله اكون خفيفة على قلبكم. حبيت في اول فيديو ليا اني اعرفكم على طبيعة القناة والقناة بتقدم ايه. هي هتبقى قناة منوعات، هقدم فيها افكار جديدة ممكن يعني ما تكونش سمعتوا عنها قبل كده، وكمان نصايح لحاجات كتير بتمر علينا في حياتنا. وكمان بما اني انا يعني مدرسة لغة انجليزية، فكمان هنزل لكم شرح موافي للقواعد الإنجليزية. طبعا انتوا بتسألوا نفسكم انا ليه عارضة ذهبي كده. انا عارضة ذهبي علشان هبدأ على طول بأول النصايح. اول النصايح اللي هقدمها لكم هي تجربتي الشخصية مع ازاي اني ألمع ذهبي وارجعه زي الاول بمكون واحد. يعني ممكن ما تكونوا سمعتوا عنه قبل كده، ومحدش يقول لي ليمون. لا، هو مش الليمون، هو مكون جديد. يعني هو مش جديد في حياتنا، هو احنا بنستخدمه في، يعني هو موجود على طول في بيتنا، بس اول مرة نستخدمه في حاجة زي كده. وهو بقى ايه؟ هو الاريال. الاريال طبعا ما فيش بيت بيخلى من الاريال. الاريال دي تجربة يعني جت معايا بصراحة بالحظ، وفرحت قوي بيها، فقلت لازم اعرفها لكم، ولازم يبقى اول فيديو ان شاء الله. يلا بقى عشان نعمل التجربة مع بعض. يلا بقى نبدأ مع بعض. يعني احط الدهن كله في طبق، احط اريال، حطي عادي ما تخافيش، مش هيعمل حاجة للدهن. يعني نجيب ميه مغليه، يفضل تبقى مغليه عشان المغليه بتجيب نتيجه سريعه. وطبعا انا ما عملتش كده، يعني انا كنت بغسل عادي وطولت بس في الغسيل شويه. ببص في الذهب لقيته ما شاء الله، يعني ما شاء الله، هو كان يعني لونه مطفي اكتر من كده. بس انا بعمل لكم التجربة بعد ما عرفتها مثلا ايه بعدها بكذا يوم، فهتلاقوا الذهب لسه بيلمع. كان نفسي بجد اصور لكم وهو مطفي، هو معايا من كام سنة فكان مطفي قوي كده. يا ريت نسيبه بقى مثلا ايه يعني ربع ساعة. انا حابة اعمل كده عشان خاطر ايه يغلغل شويه. هو براحتكم يعني ايه، مش عايزين تسيبوه تفضلوا اعملوا زي ما انا ما بعمل كده. انا بقلد يعني الحركات اللي كنت بعملها، اكيد يعني كنت بغسل في ايديا ما كانتش ثابته، فكانت بتروح وتيجي ايه مع الاريا. ماشي، كاني انا ايه بحرك ايدي. على فكره لو هتلاحظوا، بصوا ده بالذات ايه اللمعه بدات تظهر. تاني وانا هسيبكم شوية بقى ايه، وهرجع يعني ايه بعد 7 دقايق 10 دقايق كده يكون عمل مفعول. وابدأ وانتوا بقى اقعدوا اعملوا كده او سيبوه براحتكم بقى عادي. رجعت لكم بقى بعد 10 دقايق، مرضتش اشيله علشان ما تقولوش ده انا حطيت حاجة وما حطيتش حاجة. اهو هنكمل، اهو نكمل اهو، واخده بقى ايه احطه في الميه. يا رب تبقوا شايفين بس، والكاميرا تبقى موضحه لكم. نحاول بقى ايه نجيب اي حاجه قديمه عندنا.
نحط ننشفه نشطفه ونلبسه بعد الاريال كده على طول، لان تبقى مثلا فيها اكيد اكيد يعني المواد الكيميائية دي بتأثر، خصوصا الناس اللي عندهم ايه عندهم حساسية. اهو المية لسه سخنة، ودي بقى الحاجات دي كلها كده نمسح. هقول ايه، البس واحد في ايدي ووراه لكم، يا رب يبقى واضح. هو الدهب بتاعي فعلا كان مطفي، يعني اللي انا شايفاه ده انجاز. يا رب بقى اكون فدتكم، وما تنسونوش بقى في اللايك والشير، وكمان يا ريت بقى الاشتراك ونفعل الجرس ونعمل خاصية الكل علشان خاطر يجيلكم انذار بالفيديو الجديد بتاعي، والتشجيع بقى في اول فيديو. اي تجربة تاني تتعرفوها يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، واي حاجة عايزين تسألوا عليها برضو في التعليقات، وانا هرد عليكم كلكم. يلا باي باي.